يقول السائل يا شيخ، هل يصل الميت ثواب الأعمال التعبدية التي لم يرد فيها نص كقراءة القرآن والذكر، وما أفضل الأعمال التي تصل للميت؟ الأصل أن العمل لصاحبه، قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن يستثنى من ذلك ما ورد به الدليل أنه ينفع الغير إذا أهدي ثوابه إليه حيا أو ميتا، وذلك مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة عن الميت، ومثل الدعاء للميت أو الحي. هذه الأمور الثلاثة تنفع الغير إذا أهدي ثوابها إليه، قبلها الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلا يصل، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن ذلك قراءة القرآن عن الغير، هذا لم يرد به دليل لا للأحياء ولا للأموات، ثواب القراءة مقصور على القارئ. نعم.